التاسعة مساء الساعة في أبو ظبي، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وعلوم الدار التاسعة من مركز الأخبار. أبرز العناوين المحلية حتى الساعة. رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة نوره بنت محمد. حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكم رأس الخيمة وسلطان بن خليفة في وفاة الشيخ سعود بن عبد الله النعيمي. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة كاتلين نوفاك رئيسة المجر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كاتلين نوفاك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور فيكتور أوروبانا رئيس وزراء المجر. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي قدم لسمو التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن عبد الله بن راشد النعيمي بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان. كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان العزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومن كبار المسؤولين والوجهاء وعيان البلاد والمواطنين والمقيمين. تتواصل جهود مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد بتقديم الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي من خلال القيام بزيارة ميدانية مكثفة للعديد من القرى والمناطق الحدودية للسودان بالتنسيق مع الفريق الإماراتي الإنساني. وقد استهل المكتب التنسيقي للمساعدات جهوده الإغاثية مطلع الأسبوع الجاري بتنفيذ زيارات ميدانية لمنطقة سيغويا وتوزيع عدد من السلل الغذائية والتي استفادت منها 1100 أسرة. وقد ساهم المكتب التنسيقي في تنسيق جهود الجهات الإغاثية الإماراتية من خلال الزيارات الميدانية وتحديد الاحتياجات الضرورية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمد جراس والقرى المجاورة والحدود منها للسودان. والتنسيق أيضا مع الفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتية بجميع أقسامه وتخصصاته الطبية. ونبقى في الشأن الإنساني، حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع النقعة السكني في محافظة اللاذقية السورية والذي يضم 47 وحدة سكنية مسبقة الصنع بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منازلها من جراء زلزال السادس من فبراير الماضي. وكانت الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أعلنت في أبريل الماضي عن البدء في تجهيز 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية بتكلفة 65 مليون درهم بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة من جراء زلزال السادس من فبراير والذي خلف قتلى وجرحى ومباني مهدمة.
مشروع النقعة السكنية يأتي امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تطلع بها دولة الإمارات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بصورة عامة ومحافظة اللاذقية بصفة خاصة، انطلاقا من التزامها الصادق تجاه جميع المتضررين من تداعيات الزلزال والعمل على تخفيف معاناتهم. بدأ العد التنازلي لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من رحلته إلى محطة الفضاء الدولية والتي استمرت لستة أشهر برفقة ثلاثة رواد فضاء من دول مختلفة. تعد رحلة النيادي خطوة نحو نجاح العرب ليسجل التاريخ هذا الحدث في سجل الوطن العربي في مجال الفضاء. بعد قضاء نحو ستة أشهر في الفضاء حان وقت العودة إلى الأرض. بدأ العد التنازلي لعودة سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي ينفذ مهمة سير في الفضاء، حيث من المقرر أن يعود إلى الأرض في رحلة تستغرق ما بين 6 ساعات إلى 30 ساعة بحسب موقع محطة الفضاء الدولية. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت في وقت سابق أن سلطان النيادي وثلاثة من زملائه سيعودون إلى الأرض في أواخر الشهر الجاري بعد الانتهاء من مهمة فضائية حافلة قضى خلالها رائد الفضاء الإماراتي 4000 ساعة عمل على متن محطة الفضاء الدولية، نفذ خلالها سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة وتعد الأطول لرائد فضاء عربي. ومن المقرر أن يعود النيادي وزملائه الثلاثة عبر مركبة هبوط ستدخل الغلاف الجوي بسرعة 28,000 كيلومتر في الساعة، ثم تخفف سرعتها تدريجيا حتى تصل وتستقر في نقطة الإنزال أو الهبوط المقررة سلفا. عودة النيادي تتوج مهمة فضائية ناجحة وغير مسبوقة عربيا بتوقيع دولة الإمارات، حيث تولى النيادي خلال المهمة دراسة عمل وظائف الجسم في بيئة الجاذبية الصغرى بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية إيسا، كما قام بتنفيذ ومراقبة مهمة فصل المركبة الفضائية سيجنوس الأمريكية المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية لتحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض. بالإضافة إلى ذلك أجرى رائد الفضاء الإماراتي تجربة لإنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 داخل مختبر وحدة كيبو اليابانية. وفي ختام هذه السلسلة الناجحة من المهام حان الوقت لأن تستقبل دولة الإمارات بطل الفضاء العربي وأن تسجل تاريخ هذا الحدث العالمي الذي أثبتت من خلاله قدرة العالم العربي على الدخول في كافة المجالات خاصة مجال الفضاء. 9 دقائق بعد 9 مساء الساعة في أبو ظبي. بعد الفاصل، الإمارات نهج ثابت في حماية الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والنظم البيئية الطبيعية. منذ البدايات أبدع الإنسان، فورث كنوزا تناقلتها الأجيال، وأمسى إبداعه شاهدا على عصور امتزجت روحها بأزمنة متباعدة لتصبح من النوادر. نوادر الأربعاء 10 مساء على قناة الإمارات. تذكر عند ملاحظة تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من أي من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية أو انبعاث رائحة حريق، يجب فصل التيار الكهربائي فوراً
واللجوء إلى مختص لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى. طاقة آمنة، منزل آمن، دائرة الطاقة. أهلا بكم إلى علوم الدار التاسعة مباشرة من مركز الأخبار. أبرز العناوين المحلية حتى الساعة. رئيس الدولة ونائبا يعزون خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة نورة بنت محمد آل سعود. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدين متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. تعيش دولة الإمارات لحظة تاريخية عالمية مع بدء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، وتحديدا في 30 من نوفمبر المقبل، لتستمر فعاليات المؤتمر حتى 12 من ديسمبر المقبل 2023. فمنذ يوم 11 من نوفمبر من عام 2021 ومع إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسميا عن استضافة دولة الإمارات للدورة 28 من مؤتمر COP28 عام 2023. تعتبر حماية الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والنظم البيئية الطبيعية نهجا ثابتا لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي عمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، كانت له إنجازاته المشهودة في هذا المجال. في ظل جهودها المستمرة في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم قضايا البيئة والحفاظ على مواردها، تؤكد الإمارات دائماً على أولوية هذا الملف واعتباره ملفاً استراتيجياً لرؤيتها المستقبلية. ولأن المحيطات تولد أكثر من نصف كمية الأكسجين اللازم لتنفس البشر وتمثل مصدراً حيوياً للبروتينات والمواد الغذائية لمليارات الأشخاص يومياً، تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي بأولوية راسخة في دولة الإمارات باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية. وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق واستدامة الموارد البحرية. أصبح مفهوم الاقتصاد الأزرق بمثابة فكرة أساسية وجزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية. وتولي المنظمات والهيئات الأممية اهتماماً كبيراً بملف دعم وتنمية الاقتصاد الأزرق، وهو ما برز خلال مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب السابق، وينسحب بكل تأكيد على أجندة COP28 الذي تستضيفه الدولة في فترة من 30 من نوفمبر القادم وحتى 12 من ديسمبر القادم في مدينة إكسبو دبي. وبالإضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق محلياً، قدمت الدولة الدعم للدول الجزرية والساحلية من خلال نشر الحلول الطاقة المتجددة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما تعتبر البيئة البحرية إحدى الموارد الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما حفز باتجاه تكثيف الجهود الوطنية بشأن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.
تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية داخل الدولة وخارجها. وسجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على هذه الأنواع نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها. المزيد وتقرير ندى الزعابي. تحتضن دولة الإمارات أنواع عديدة من الثدييات إلى جانب الزواحف والبرمائيات البرية والبحرية، ولم تقصر جهود الإمارات على حماية الأنواع المهددة بالانقراض فحسب، بل سنت القوانين التي تنظم هذه الحماية. فقد قامت الدولة بزيادة أعداد المحميات الطبيعية لتبلغ 49 محمية طبيعية، وأطلقت العديد من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن تبني تقنيات عدة للمحافظة على البيئة والأنواع المختلفة من الكائنات والتي يتم تصنيفها ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض. وباعتبار أن هذا التنوع البري والبحري يشكل جزءاً أساسياً في تراث دولة الإمارات، فإن الدولة تواصل العمل على تعزيز الجهود المبذولة في هذا السياق من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية وغيرها. فقد أطلقت الدولة عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تستهدف تقييم حالة الأنواع البرية في الدولة وقياس فعالية السياسات المطبقة لحمايتها والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأولت الإمارات برنامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة من خلال توفير مراكز مرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى تنظيم الجهات المختصة في الدولة العديد من الحملات التوعية حول حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحد من الممارسات الخاطئة ضدها، فضلاً عن تنظيم دراسات وأبحاث لمراقبة وتتبع وتقييم هذه الأنواع بأحدث التقنيات كتتبع عبر الأقمار الاصطناعية واستخدام الطائرات من دون طيار. دعونا نذهب الآن في جولة إخبارية من كل دار يريدها لكم مختصرة علي النعماني. حققت دبي نتائج متميزة في مؤشر انسيابية الحركة المرورية وفقاً لمؤشر حركة المرور الذي أصدرته شركة توم توم عام 2022، وهي شركة عالمية متخصصة في قياس الازدحامات والحركة المرورية على مستوى العالم، حيث تقوم بالقياس في 390 مدينة موزعة في 56 دولة حول العالم، وجاءت دبي ضمن أفضل 50 مدينة عالمياً في المؤشر. ووفقاً للتقييم تفوقت مدينة دبي على مدن عالمية مثل لوس أنجلوس ومونتريال وسيدني وبرلين وروما وميلان في معدل الزمن اللازم لقطع مسافة 10 كيلومترات في منطقة الأعمال المركزية. حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 5 طرق لمعالجة التلوث الناجم عن الأكياس البلاستيكية، وذلك سعياً إلى تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك منتجات الأكياس البلاستيكية. وأوضحت الوزارة أن تلك الطرق تتمثل في تقليل استخدام المواد البلاستيكية والمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والبحر وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل آمن ودعم سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية وتوعية المجتمع بخطورة مشكلة تلوث الأكياس البلاستيكية. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد المنتجات الدوائية المقدمة لقسم التسجيل الدوائي منذ بداية يناير وحتى بداية يوليو الماضي بلغ 416 منتجاً دوائياً جديداً،
وذلك في إطار خطط الوزارة التي تفي بجميع متطلبات المنشآت الصحية والصيدلانية وتحقق مصلحة المرضى في دواء أكثر كفاءة وفاعلية. وكشفت الوزارة أن عدد المنتجات الطبية المقدمة لقسم التسجيل بإدارة الدواء بلغ 943 صنفاً بنسبة زيادة تتراوح بين 6.44 و8.9%، مؤكدة أن هذه الزيادة تعكس الجهود المبذولة من الوزارة لتوسيع نطاق المنتجات الطبية المتوافرة ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. حان دور الاقتصاد وبعد الفاصل نتابع. الاستثمار في إنتاج الهيدروجين استراتيجية إماراتية تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ما الذي يجعل القلب ينبض؟ أوامر تسرف الأعصاب كما يراها العلم، لكن منظور الحياة مختلف، فكل نبضة قلب هي ذكرى عزيزة تمتلكنا فيها أحاسيس نعجز عن وصفها، غمرتنا بالسعادة وشعور بالعرفان لأياد أمينة أحيت فينا الأمل. منحتنا فرصة ثانية لنفتح أعيننا على بداية جديدة، وهذا ما يجعل القلب ينبض. عمر جديد، الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. تسامح، تسامح واجب. نحن بشر، كلنا أخوان، كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية، كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا. أهلا بكم إلى ما تبقى من علوم الدار التاسعة. تمتلك دولة الإمارات العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين مخفض الكربون. التقرير التالي والذي تقدمه الزميلة فرح عبد الحميد، نتابع هذه التفاصيل. تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث باتت سباقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، وهو ما عززته بإطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وتسعى الدولة إلى توسيع مجالات استدامة الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدة في ذلك على أحدث الابتكارات، وعلى رأسها التحول نحو إنتاج الهيدروجين سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو مصادر الوقود الأحفوري الذي يعتبر حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة. كما تخطط الدولة لأن تكون ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2030.
بدوره يعتبر الهيدروجين مصدراً من مصادر الطاقة الخضراء التي تعزز مسيرة دولة الإمارات في التحول الأخضر، حيث تمتلك الإمارات أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويشكل الهيدروجين نحو 75% من كتلة الكون، وهو أخف من الهواء بمقدار 14 مرة، ولا يسبب أي انبعاثات كربونية عند احتراقه. كما تمتلك الدولة العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون والأقل تكلفة على مستوى العالم، حيث أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر العديد من مبادرات الهيدروجين الأخضر، إذ تتخذ خطوات سباقة للتطوير والاستثمار في مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية، بما يحقق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي ويسهم في تنويع الاقتصاد المحلي. وتسعى مصدر وحدها لإنتاج 1,000,000 طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ومن خلال هذا المشروع سوف تساهم الشركات المشاركة في الحد من البصمة الكربونية في الدولة وفي تعزيز الطلب المحلي على مصادر الوقود المستدامة. ويعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مشروعاً أساسياً في دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر. ويمهد هذا المشروع الطريق لبناء اقتصاد أخضر قائم على الطاقات النظيفة، ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه وقود المستقبل، والذي سيلعب دوراً هاماً في تقليل آثار الاحتباس الحراري، حيث تشير الدراسات إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيرتفع بنسبة 57% سنوياً ليصل إلى 5.7 مليون طن في عام 2030، مع توقعات بأن يبلغ حجمه السوقي أكثر من 400 مليار دولار. علوم الدار التاسعة انتهت، قدمت لكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي. ليلى سعيدة، إلى اللقاء.